إلى موسم حج 2017، حسب مراسلة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالة السياحية المنظمة للحج، فإن دفع مبلغ 2000 ريال رسوم التأشيرة أصبح إجباريا لمن سبق لهم الحج في السنوات الأخيرة. التقرير لإكرام طيباوي. في مراسلة مفاجئة أبلغ الديوان الوطني للحج والعمرة الوكلاء السياحيين عن إجراء جديد مفاده وجوب دفع 2000 ريال رسوم تأشيرة الدخول إلى البقاع المقدسة، وهو إجراء يخص الحجاج الذين سبق لهم أداء مناسك الركن الخامس في السنوات الأخيرة. تعليم حسب الإيميل اللي وصلنا جات يوم ابتداء من يوم 28 جويلية، يعني بدأت التطبيق تاعها. احنا ماناش عارفين اسكو شكون اللي راح يتحمل دوك ال 2000 ريال هذه، اسكو تتحملها الوكاله ولا يتحملها الديوان الوطني للحج والعمره ولا يتحملها الحاج، يعني هذه ترجع يعني المصالح المختصه. إلزامية دفع 2000 ريال لمن كرر الحج في السنوات القليلة الأخيرة إجراء أصبح ظاهرا حتى في النظام الإلكتروني للوكالات السياحية. غير تحطي الجواز تاع الحاج ترسليه على الموقع تاع وزارة الحج السعودية، يعطيك باللي الحاج هذا سبق له الحج السنة اللي فاتت وملزم باش يدفع 2000 ريال، ما يعادل 100,000 دينار جزائري رسوم تأشيرة الدخول إلى البقاع المقدسة لمن سبق له الحج. فمن يتكبد هذه التكاليف؟ هل هو الحاج أم الوكالة أم الديوان؟ معي عبر الهاتف كريم أيابة، مدير وكالة سياحية خاصة منظمة لحج 2017. مساء الخير سيد كريم، أهلا. ومساءك أسعد أخي هارون ولكافة متابعي ومشاهدي قناة النهار الفاضلة. أستاذ كريم، قل لي بعد الإعلان عن هذا المبلغ الجديد 2000 ريال بمعنى 10 ملايين إضافية لمن سبق لهم حج بيت الله الحرام، كان هناك تساؤل في التقرير، من يدفع هذا المبلغ، الوكالة أم الحاج؟ بكل كيف سيكون تصرف؟ بكل صراحة وبكل وضوح، المبلغ هذا اللي هو ما يعادل 2000 ريال سعودي بالنسبة للحاج الذي حج قبل سنوات فهو على عاتق الحاج، فهو على عاتق الحاج، الوكالة غير مسؤولة على هذا المبلغ الإضافي. لكن بعض من الحجاج يقولوا انه نعم. هذا بعض من الحجاج يقولوا انه هذا المبلغ ما كانش مدرج يعني من قبل، لأن التعليمة جاءت متأخرة. نعم، هو هذا القانون مطروح، هذا القانون عشناه نحن كوكالات في بالنسبة للعمرة، بالنسبة للمعيدين كان متوقعا، أصلا كان متوقعا، ولكن كان فيه هناك ترقب، يعني قلنا هل سيطبق قانون العمرة في الحج أم لا، وفعلا طبق هذا القرار فجأة، لأنه تفاجأنا به يوم أول أمس، جاءنا الإيميل من طرف مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة يبلغوننا فيه بأن السلطات السعودية قد أثبتت هذه السنة أنه 2000 ريال ستقطع بالنسبة لكل حاج حج قبل سنوات إلى البقاع المقدسة وأدى الركن الخامس. بالنسبة لتوقعاتكم، كيف ستكون تأثيرات هذا القرار على الوكالات السياحية الخاصة المسؤولة عن تنظيم موسم حج 2017؟ والله أقولها وبكل صراحة وبكل وضوح، لا تأثير، التأثير سيكون على الحاج مباشرة، الحاج لا غالب عليه، شيلنا سلفته وكلفته اللي رهن تذهبها واللي هكذا باش تأدي الركن الخامس، نضيفوا لها الآن مبلغ تاع ما يعادل 2000 ريال سعودي، فهذا طبعا سيكون له تأثير نفسي أكثر منه مادي على نفسية الحاج، ولكن نقول ربي يعوض وربي إن شاء الله، ولكن اللي حج من قبل أكيد ماش راح تمسه هذه الغرامة، واللي ما حجش واللي حج فما عليه، ما دام راح تعاود وأنت أديت قبل ذلك، أديت الركن الخامس، والرسول عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، فهذه اللي حب يعاود ما دام طيب. ستعيد الحج مرات وكرات، فهذا دليل على انك يعني ماديا مستراح شويه،
وصلت الفكره صحيح. فوالا شكرا. فادفع ما عليك من 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 الإتاوة. شكرا جزيلا لك كريم أيابة، مدير وكالة سياحية خاصة مسؤول عن تنظيم حج 2017 في